صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا رحمة الله ويا باب نجاة الأمة ويا عبرة كل مؤمن ومؤمنة غريب مظلوم عطشان كربلاء ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ والتجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الأحكام الإلهية الخمسة إنما جعلها الله تبارك وتعالى للإنسان المسلم من أجل إيجاد نظام كوني وحياتي في واقع الأمة هذه مجموعة من الأحكام من الواجب والمحرم والمكروه والمستحب والمباح نرى أن الله تبارك وتعالى لم يجعل هذه الأحكام من أجل تقييد حركة الإنسان وإنما الباري عز وجل ينظر إلى الإنسان هذا الكيان الذي جعله في هذا الكون إذا جعله مسترسلاً من دون أن يجعل له ضابطة ونظام نرى أن هذا الإنسان عفوياً يسير وراء غرائزه وشهواته الإنسان مع وجود النفس الأمارة بالسوء وإن كانت هنالك النفس المطمئنة وإن كانت هنالك النفس اللوامة لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة وإن كانت النفس اللوامة والمطمئنة وهي عوامل قوة لترشيد فكر الإنسان وسلوكه ولكن تبقى النفس الأمارة قريبة من غرائز الإنسان ومن طغيان هذه الغرائز
فترى أن الله من أجل أن يجعل هذا الإنسان ضمن دائرة الامتحان الإلهي. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. يعني أن الله تبارك وتعالى جعل دائرة الامتحان تارة دائرة ضيقة وتارة دائرة واسعة. إذن هذه الأحكام إنما جعلها الباري من أجل توجيه الإنسان. الآن نرى أن الإنسان لما ينظر إلى الرسالة العملية تارة ترى يقول المرجع في الرسالة العملية أنه مستحب، مستحب يعني الأفضل أن تقوم بهذا العمل، بمعنى لو تركته لا يعتبر إثما. نعم هنالك واجب، الواجب بتركك له تعتبر آثم، الحرام لو فعلته تعتبر آثم. هنالك تجد في بعض الأحيان مكتوب احتياط وجوبي، يعني ماذا؟ يعني إذا احتياط استحبابي أيضا دائرة الخيار مفتوحة عند الإنسان. الاحتياط الوجوبي إذا رأيت في أي مسألة، بمعنى أنك أيها الإنسان مختار أن تذهب إلى مرجع آخر مثلا يجوز لك هذا العمل، إذا ذهبت إلى هذا المرجع يقول لك احتياطا لازم تعمل، ولكن احتياط وجوبي. يعني ماذا يقول لك؟ يعني تقدر تروح إلى عالم آخر يعطيك حكما آخر. إذن التجزئة في الأحكام الشرعية لا تجوز إلا في مسائل الاحتياط. وتعال انظر اليوم إلى مجموعة من هذه الأحكام، نرى أن الله تبارك وتعالى أوجبها ضمن هذا التوجه الإلهي. شوف اليوم من باب المثال أن الصلاة، الصلاة أوجبها الله عز وجل ولكن جعلها في مواعيد متعددة، كل موعد هنالك حتى جانب نفسي وعلمي في مواقيت الصلاة، في تأثير الصلاة. يعني صلاة الصبح لما تقوم من نومك وتتوضأ وتذهب وتصلي ركعتين، هنالك تأثير وضعي حتى في الجانب الصحي على الإنسان، على عمل الكريات البيض والحمر، على وظيفة الخلايا في داخل جسم الإنسان. شوف الآن عندنا الواجبات خمس صلوات، يعني عندك 17 ركعة باليوم. أيضا من الصلوات الواجبة صلاة الطواف، من الصلوات الواجبة صلاة الآيات. صلاة الآيات عند كسوف الشمس وخسوف القمر وعند أصوات الرعد والبرق المخيفة جدا، عند الريح المخيفة، هذه صلاة الآيات الإنسان واجب عليه أن يأتي بها، ومن لم يأتي بها عليه أن يقضي هذه الصلوات. إذن مجموعة من الصلوات الواجبة. المستحبة هنالك كم هائل، إلى صلاة الغفيلة اللي بين الصلاتين من الصلوات المستحبة المهمة، حتى أن يزيد لما قال الإمام زين العابدين وهو يتظاهر بالندم، لم يكن نادما على قتل أبي عبد الله الحسين، وإنما حتى تعلم أن بعض أرباب التأريخ الذين يسيرون على منهج بني أمية قالوا أنه ندم، ولو أن البعض برأه أن عبيد الله بن زياد هو الذي قتل الحسين مو يزيد بن معاوية. وصل التجرؤ بهم إلى مرحلة يخلون أن يزيد بريء من هذا الأمر، مو أكثر من هذا بعد. تروح اليوم في بعض البلدان كاتبين أمام الناس في بلاد المسلمين بكل وقاحة أن يوم عاشوراء يوم فرح وسرور، كن على يقين هؤلاء من أتباع بني أمية، كن على يقين أن هؤلاء خارجين عن الدين الذي يجعل قتل الحسين فرح وسرور. أعرف أن هذا هنالك أموال تمد
من أجل إيجاد الفتنة. الآن أنظر إلى كل المسلمين، والمسلمون يسمعون خطابي، لأن هذه المجالس يحضرها الشيعة وحتى السنة. أنا أقول للسنة أنت بعيد عن الوهابي، بعيد عن التكفيري، لا تحسب نفسك معاهم لأنك تحب أهل البيت، والدليل على ذلك أنك تحضر في مجالسهم. إذن خلي نفصل اليوم بين السنة، لأن أهل السنة يحبون أهل البيت، الوهابيون والنواصب هؤلاء لهم أمر آخر، يحاولون حتى أنه تشوف يعيفون كل الأحكام. يجي على صلاة التراويح، صعد ونزل جاب صلاة التراويح، رسول الله يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. الصلاة رسول الله شلون كان يصلي؟ رسول الله كان يصلي مسبول اليدين، ما كان يتكتف. انظر إلى التاريخ، ما كان هذا الأمر. هذا جانب. من جانب آخر شوف الرواية ماذا تقول، أن صلاة التراويح لم تكن في عهد رسول الله، ولم تكن في عهد الخليفة الأول، وإلى جزء كبير من عهد الخليفة الثاني. إذن نحن نصلي صلاة اللي رسول الله أعرف بها، لأنه هو نبي الله، هو حجة الله، هو المشرع للأحكام. ما أقدر أخذ أحكامي من إنسان آخر. ولكن شوف الأمر الآن شلون بدأوا يتعاملون. فالإمام زين العابدين قال له يا ابن رسول الله أنا تائب من عملي، شو أسوي؟ أعطيني طريقة. فقال له الإمام سلام الله عليه صل صلاة الغفيلة. إذا علشان تعرف أهمية الصلاة هذه، إذا صليت صلاة الغفيلة الله يغفر لك. وإذا بمولاتي العقيلة زينب سلام الله عليها قالت يا ابن أخي ليش تعلم على طريق التوبة، هذا قاتل الحسين. قال لها عم زينب أنه لا يوفق إليها. التوفيق لصلاة الغفيلة اللي بين صلاة المغرب والعشاء وبسيطة جدا، وبعد صلاة العشاء عندنا النافلة، هذه الوتيرة يسموها من الجلوس، هذه مستحبات إلى صلاة الليل وقيام الليل. إذن هذه الصلوات المستحبة، كل ذلك يدل على أن الله تبارك وتعالى أراد أن يجعل هذه الصلاة من أجل ماذا؟ ليش أنا أركز على الصلاة؟ اسمعوني شباب، ليش اليوم إحنا تركيزنا على الصلاة؟ لأنك شو تقول للإمام الحسين؟ أشهد أنك قد أقمت الصلاة، ما تقول لقد أديت الصلاة، ما تقول لأنك صليت يا ابن رسول الله. يعني دم الحسين، هالمصائب، هالمحن، هالبلايا، كل ما تحمل الإمام الحسين، تسمعوني أيها الشباب، إنما من أجل أن تصلي صلاتك في وقتها، أن تصلي صلاتك بصورة كاملة. لذلك احنا نروح نرجع على موضوع الصلاة، لأن الصلاة أعتبرها وكما في الروايات والأخبار أنها برمجة لإيمان الإنسان. إذا تريد تعرف إنسان أولا اسأل هل يصلي أو لا يصلي. إذا قالوا لك يوم يصلي يوم ما يصلي، أعرف أنه هذا إنسان موسوي، حتى إذا يدفع الملايين، حتى إذا يساعد المرضى، حتى إذا يسوي أي عمل، صلاة أولا، أول شيء. لذلك إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. أيضا شوف الروايات تحكي عن الصلاة إلى درجة أن الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء، يقول الإمام إذا أردت أن ترغم أنف الشيطان فصلي. الصلاة ترغم أنف الشيطان، فالإمام يقول فصلها لكي ترغم أنف الشيطان. يعني أكبر مشكلة عند الشيطان مع الأحكام الخمسة مشن أي شيء هي الصلاة. كل الأحكام مهمة واجبة، بس الصلاة أول شيء. الصلاة مهمة. الإمام الحجة يقول إذا تريد ترغم أنف الشيطان فصلي. الصلاة مهمة. هذا في جانب. وتعالى قرأ لك رواية
عن نبي الله موسى، جاءت إليه امرأة فاجرة قالت: يا نبي الله، إن ارتكبت الحرام وقد حملت من الحرام، ولما ولدت الجنين قتلته ودفنته. قال نبي الله: أمت الله، اخرجي من عندي. جاء عليه الوحي: يا نبي الله، ليش تطرد هذه المرأة؟ هذه المرأة اجت عندك قالت انها فاجرة جاي مرتكبة الزنا وحملت منه وقتلت الجنين. قال: ان هنالك افجر منها. فقال نبي الله موسى: من هو يا جبرائيل؟ قال: إن الأكثر جرما منها هو تارك الصلاة عمدا متعمدا. شوف الإنسان تارك الصلاة، يعني المرأة الزانية الفاجرة تارك الصلاة أسوأ منها. هذا الصلاة وهذه أهميته وهذا العنوان الكبير. لذلك اليوم الآن البعض تعال الآن توقف إلى الحكم الشرعي، هل الله تبارك وتعالى يريد قيد الإنسان؟ يعني لما قال لك هذا واجب وقال لك هذا حرام، يريد قيد الحرية الشخصية للإنسان؟ هل الإنسان له حرية مطلقة؟ نعم، خلقنا الله تبارك وتعالى أحرارا. يقول الإمام الحسين في يوم عاشوراء: كونوا أحرارا في دنياكم. هذا شعار الحسين، كما أن الحسين تقرأ في سيارته: أشهد أنك قد أقمت الصلاة، يعني أبا عبد الله الصلاة بدمك وبدمائك أقيمت، لولا كربلاء لما كان مصلي على وجه البسيطة. الحسين هو سبب الصلاة، المسلمين جميعا ترى كل المذاهب، لولا الحسين لما كان مسلم يصلي. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر. هذا الأمر الواجب، هذا اللي رسول الله يقول: أن أمتي لو تركت الأمر إذا انتشرت البدع في أمتي فعلى العالم أن يظهر علمه وإلا فعليه لعنة الله. قالوا: يا رسول الله، يعني أي بدع؟ قال: الذين يتركون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. شوف الآن نجي الصلاة، هل تعتبر أنه الشاب يقول الإسلام والله يريد قيد حريتي، أنا أبي أكون على كيفي، شنو تقيد حريتي؟ تعال صلي الآن في هذا الوقت من طلوع الشمس، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، الظهر عند الزوال، الزوال بمعنى أنه الشمس لما تكون في وسط النهار، في هذا الوقت لازم أصلي صلاة الظهر، وإذا تأخرت صارت قضاء وحرام، وبعدين صلاة العصر ووقت صلاة العشاء والمغرب، والمغرب عند ذهاب الحمرة المشرقية. يعني شنو هذا الحكم؟ هل هذا تقييد؟ ليس تقييد للإنسان أبدا. شوف اليوم عندنا معنى، اليوم الكثير من الشباب لما يتعامل مع مفهوم الحرية يتعامل بصورة خاطئة. تدري شاب كان مراهق، مراهق لما أبوه يقول له: ليش تتأخر بالليل؟ ليش ما تجي بسرعة؟ يقول له: يبا أنا شنو بعد، أنا كبرت صار الشاب، يعني شاب كيفك، أي وقت تدخل أي وقت تطلع. شاب يقول: أنا كيف يختار أصدقائي؟ إذا أنت مختار لك صديق سيء ما يصلي ويسمع الغناء ويرتكب المحرمات، كيفك تختار صديقك؟ لما تقول أنا كيفي أريد أخلي أي صورة، تدخل إلى غرفته يجي عزي يقول أنا موالي، ودب إلى غرفته صورة الفنانين والفنانات، هذا موالي، هذا إنسان، هذا هم حريتك، هم تقدر تقول والله أنا بكيفي، مو كيفك أنت، أبي أصلي ما أبي أصلي، كيفي مو كيفك، مو على كيفك. أكو الدنيا بها قانون. اليوم أول واحد لما يطلع من المراهقة إلى الشباب أول شيء يريد يسويه يتمرد على العادات والتقاليد. شنو يعني العادات والتقاليد؟ يعني تدري الإنسان عاش بمجتمع، المجتمع بعادات طيبة،
التقاليد طيبة. يقول أنتم مال زمان أول، أنا مالي علاقة، أنا أمشي على الطريقة اللي أشوفها. طريقة تشوفها لازم توافق الآداب، مو يوم اللي صرت بالغ وشوية صوتك صار خشن تجي اليوم ترفع صوتك على أبوك وعلى أمك وعلى أخوك وتريد تتهاوش وتقول اليوم بالعركة أنا موجود. شوف الخطأ، يرد يبين وجوده يقوم يصارخ، يرد يقول أنا رجال. وين راح؟ أخذ سجارة من صديقه وقام يدخن. لذلك أمر أشوف شبيبات الكبرى، واحد تو ريحة الحليب بحلجة موجودة، تلاحظ أنه بيد الجقارة وقاعد يدخن. زين شنو؟ تعرف ليش هذا يتصور؟ وخلي يسمعني الشاب، شباب اللي قاعدين برا اسمعوني جيدا، لا تتصور إذا مسكت الدخان والسجارة وشربتها راح تكون رجال. أنت راح تجيب الضرر عليك من أول حياتك. هذه الرئة النظيفة الطيبة الطاهرة راح تلوثها، راح تخلي الدم يحتاج للنيكوتين، وراح تتورط وهق نفسك، هم جيبك راح، هذا الأهل التدخين، هم جيبك خسارة مستمرة وهم جسمك، يعني خسارة للجيب وخسارة للجسم. وليش وعلى أي أساس؟ والله يعين الوحدة اللي زوجها مدخن، يروح للبيت حل جريحة ملابس ريحة. إذا واحد حتى ما يدخن اليوم يقعد مع مدخنين يشوف ريح ملابسه كلها بيها ريحة، يروح للبيت يقول له شنو ريحة الدخان جاية من عندك؟ تشرد المرأة، ومن حقها المرأة، المرأة مثل ما تكشخ لك وتزين لك وتطيب لك وتعدل نفسها، طالع أنت شكلك مثل شمر تشوفك لازم تدفع صدقة. زين ليش هذا العمل؟ هذا العمل لأن اليوم الإنسان يقول كيفي، يقول أنا اليوم حريتي مطلقة. مو حريتك مطلقة، أكو نظام يشغل الأغاني بالسيارة ويصعد الصوت للأخير، كيفي مو كيفك، هذا اعتداء على حرية الناس. أنا أمشي بالسيارة وأتجاوز الإشارة الحمراء، حرام شرعا أن تتجاوز الإشارة الحمراء، واجب شرعا أن تتقيد بنظام المرور، لأن تؤدي بنفسك وإلى غيرك في التهلكة. أنت لما تعبر الإشارة أنت تموت، مو بس هذه، مو كيفك تتعرض نفسك إلى الموت، راح تؤدي إلى غيرك إلى الموت أيضا. اليوم أطلع برا أني أشوف محول كهرباء عنده مشكلة مع نفسي مع غيري، أحرق محول الكهرباء وطف الكهرباء عن الناس، يا بليش طفيته؟ أكو مشكلة، المشكلة بالمحول، الكهرباء لازم تطفي على العام شهر شهرين وليش؟ شوف الشاب، بس قل أنت، بس قل له كلمة واحدة تخليه يركض بالشارع هو. لذلك اليوم شبابنا لازم يعرف أن هنالك ضوابط، الحرية المطلقة مو على كيفه، أنا كيفي أطلع كيفي ألبس، حتى قصة الشعر لازم ما تكون خارج المألوف. بعد مو لازم بعد نطلع من هذا الجو، لما نتكلم عن الحجاب ومليون بعد مرة أتكلم عن الحجاب، لأنه لما نتكلم عن الحجاب إحنا ما نريد حجاب فايف ستار، حجاب مطلع شعرها وخالة ميكب ولابسة ذاك الجينز وتطلع برا. واليوم بعد مليون بلاك بيري موجود والآيفون شايلته شي، واحدة عن يمينها واحد عن شمالها، زين وماشية بالشارع. بالله عليك يعني الآن هذه مظهر إلى فتاة تقول شيخنا ليش هو يطالعني؟ زين أنت حق منو مسوي هالألوان هذه؟ هالكشخة طالعة زقرتية حق منو؟ حق نفسك؟ حق منه؟ لا يطالعني هو، يعني يمشي ضر راسه بالطوفة؟ يعني شلون ما يقدر يمشي ما يشوف؟ يعني ليش اليوم البنت المحتشمة يعني تقول للشاب لا تنظر إلي، ولكن التي تظهر مفاتنها تقول له أيها الشاب انظر إلي؟ هذا معناته ولا غير شكل الشباب؟ هو هذا الكلام. فإذن بمعنى أن فتاة اللي محافظة على حجابها تقول لا تنظر، ولكن اللي طالع بذاك الأسلوب يقول لك يلا أنا أم حاضرة. هذا واقعنا. زين إذن لما الإسلام يأتي ويضع ضوابط ليش؟ علشان يحافظ، وإلا تريد وحدة على كيف تمشي والشاب على كيف يمشي، الأمة يصير هرج ومرج، الأمة تضيع، مشاكلنا تكبر. لذلك ترى
أن الله تبارك وتعالى جعل الصلاة معراج المؤمن. شوي يلتفت معاي، شنو يعني معراج؟ يعني تألق. شوف اليوم الصلاة تكون على قسمين، مو بس الصلاة، حتى كل العبادات تارة يؤديها الإنسان خوفا من عقاب الله تبارك وتعالى، كالطفل الصغير يشرب الدواء خوفا من أبيه وأمه، خوفا من العقاب، كالطالب في المدرسة ما مقتنع بالدراسة ولكن يخاف من أمه وأبوه من النتائج آخر السنة. فإذا علم مع خوف العقاب يسموه هذا، وأيضا ذلك الدواء من خوف العقاب. البعض ليش يصلي؟ لأنه يخاف من عقاب الله. هذه مجموعة من الناس. أكو مجموعة لا تصلي ولكن طمعا في الثواب، مثل الإنسان عنده دوام 8 ساعات يقول أداوم 12 ساعة ليش؟ علشان أحصل أجر أكثر. الله تبارك وتعالى جعل الصلاة من أجل هذين. انظر إلى المؤمنين، إلى أولياء الله، مشاعرهم، صلواتهم، إيمانهم يختلف عن إيماننا، لأنه إحنا إيماننا خوفا من العقاب، ولكنهم يعبدون الله ليس خوفا من العقاب، وإنما ليس طمعا في العبادة، وإنما وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. هذه العبودية لله تبارك وتعالى وين تجدها؟ تجدها عند المؤمن، عندنا رسول الله. يعني تنظر إلى أولياء الله يتألق، يتألق متى؟ يوم اللي يقول الرسول الصلاة معراج المؤمن، يعني لما تصلي مو هذه الصلاة السريعة، لا، الصلاة اللي ترفعك تصعد، وتصعد وين؟ معراج إلى الله تبارك وتعالى. لذلك تقرأ في الآية الكريمة في سورة المؤمنون، شن تقرأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون. أول صفة للمؤمنين ماذا؟ مو يصلي، الذين هم في صلاتهم خاشعون. مو تصلي، لا، أن تصلي صلاة بخشوع، هذا الخشوع، هذه النورانية، أن تشعر نفسك. يعني الإمام زين العابدين يقف في الصلاة يوم اللي يصل إلى إياك نعبد وإياك نستعين، يقول الراوي يكررها يكررها حتى يكاد أن يموت. زين الإمام ليش يشعر بهذا الشعور؟ تدري يعني ماذا؟ يعني إلهي إياك أعبد، عبوديتي لك لا لغيرك، واستعانتي بك. تعال شوف اليوم حياة الإنسان فعلا عبوديته لله أو للدينار والدرهم أو لهوى النفس، وأستعين بالناس أو أستعين بالله تبارك وتعالى. لذلك الرواية تقول أن فاطمة بنت أسد، هذه المرأة المؤمنة زوجة أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، اللي الله أعطاها مكانة كبيرة، أم أمير المؤمنين، جاءت إلى بيت الله الحرام حاملا بعلي عليه السلام، تطوف حول بيت الله، اسمعني جيدا، تطوف حول بيت الله تقول إلهي إنك تعلم إني آمنت بك ومؤمنة بك وبإبراهيم وعلى دين أجدادي، سهل علي ولادتي. تصل إلى مكان المستجار وإذا بجدار الكعبة ينشق لها. ينشق جدار الكعبة لها، ولكن مريم ابنة عمران حاملا بنبي الله، بروح الله،
عيسى ابن مريم في المسجد الأقصى، الله يقول لها عند الولادة اطلعي من بيتي، هذا مكان عبادة وليس مكان ولادة. وعندي رواية وانت أهل ذوق، الرواية تقول الحر العاملي في وسائل الشيعة. أنا ليش أقول رواية وليش أجيب لك مصدر؟ على مود بعض اللي عدوا من هزام عقائدي، بعض اللي لما تذكر كرامة لأهل البيت يقول هذه نكتة، الشيخ من وين جاء؟ يعني لما أقول الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه لما الإمام أشار إلى صورة الأسد وهجم يقول هذه نكتة، ولكن تقول لعصا موسى أكل السحر السحر يقول عجيب. رسول الله بطاقة روحية شق القمر نصفين وأرجعوا في مكانه، هذا أصعب ولا هذا؟ إذا الله جعل هالقدرة والمكانة إلى أهل البيت ليش عقيدتك ضعيفة؟ إذا عندك إشكال تعال قل لي إلي أنا أوضح لك، لا تكون الآخر يقول من وين. أنت ما عندك علم عزيزي، مو معناته أنه ما موجود، أنت معلوماتك ضعيفة. تعال أنا أنورك أكثر، أبين لك أكثر، بس ما عندي وقت، أنا أتعد دقائق أمشي علشان نوصل والمواكب جاية ونلحق عليهم. لذلك تلاحظ أنه أفاطمة بنت أسد الله شق لها الجدار، جدار وين؟ بيته، بيت الله الحرام، الكعبة. ومريم طلعها، أكو رواية الحر العاملي وسبع مصادر لهذه الرواية، أن مريم وين خرجت؟ خرجت إلى كربلاء حيث موضع الحسين، عند قبر الحسين. الآن روح في كربلاء عند الرأس أكو رخامة حمراء موجودة جانب الرجال، يعني ماذا؟ يعني في هذا المكان ولد عيسى ابن مريم. تدري ليش؟ حتى يكون روح الله حسيني، حتى يتبارك بالإمام الحسين، حتى ينطلق في حياته من عند أبي عبد الله الحسين. لذلك الإمام الحجة لما يصل إلى بيت المقدس، الإمام يصل إلى العراق، الرواية تقول أن السفياني يهجم على الكوفة يقتل الكثير من أهل الكوفة، أي طفلة اسمها فاطمة يقتلونها، أي طفلة اسمها زينب يقتلونها، أي شاب ورجل اسم علي والحسن والحسين يقتلون النساء والأطفال والشيوخ، الكوفة تمتلئ بالدماء. لما يخرجون تأتي راية، هسه هذه راية اليماني من اليمن، اللي عندنا راية مؤكدة من اليمن يلتحقون بالإمام، أو راية الخراساني. خراسان مو هذه خراسان الموجودة، خراسان اللي موجودة من قبل، بمعنى أن جزء من عدها أذربيجان، جزء من عدها أفغانستان، الاتحاد السوفيتي السابق جزء من عنده، هذا يسمى خراسان. يعني تشوف أصحاب الإمام من أذربيجان وأفغانستان ودول متعددة يلتحقون بالراية. يأتي هذا الرجل اللي من خراسان يأتي إلى الكوفة ويذهب وراء أولئك الناس ويقتلهم، جزء من جيش السفياني. الإمام الحجة يصل إلى العراق، لما يفتح الإمام العراق ويذهب باتجاه الموصل ويعقوبة والنواصب يقضي عليهم ويروح إلى بلاد الشام، بلاد الشام من فلسطين إلى سوريا إلى الأردن إلى لبنان، أيضا يقضي على النواصب، يتوجه إلى القدس، في القدس يقضي الإمام على اليهود ويصلي في بيت المقدس. قبل أن يصلي ينزل عليه روح الله عيسى بن مريم، يقول الإمام تقدم للصلاة، لقل يا ابن رسول الله هذا يومك ونحن نقتدي بك. إذن عيسى بن مريم أيضا صلاة، متى أول عمل يقوم به؟ شوف الصلاة، أول عمل يقوم به يقوم بالصلاة. ليش؟ لأن الصلاة كما القرآن يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أول صفة للمتقي شنو؟ الذين يؤمنون بالغيب. يعني شنو يؤمنون بالغيب؟ يعني يخافوا الله ويقيمون الصلاة، هذه الصلاة.
وهذا الأجر الكبير الله تبارك وتعالى يعطي للمصلي. بس شلون تعلم؟ اليوم تسأل كثير الأمهات شلون ابني أعلمه؟ مو أنا أعلمه ولا أنت ولا أنتي، وإنما الإمام الصادق. تسمعوني آباء أمهات، الرواية عن الإمام الصادق أن الولد سواء كان ذكر أو أنثى إذا بلغ عمر 3 سنوات فعلموه أن يقول لا إله إلا الله 7 مرات. الإمام الصادق يقول 7 مرات علم أن يقول لا إله إلا الله. إذا صار عمره 3 سنوات و7 أشهر، احفظ معاي 3 سنوات و7 أشهر و20 يوم، علمه محمد رسول الله علي ولي الله. الإمام الصادق يقول إذا صار عمره 4 سنوات علم السجود، بس يسجد هكذا، علم السجود. إذا صار عمره 5 سنوات علمه السجود والركوع. إذا صار عمره 7 سنوات علمه بداية الصلاة. الإمام الصادق يقول إنا أمرنا أن نعلم صبياننا الصلاة من العمر 5، وفي رواية من العمر 7. ابدأ بعد علم ابنك من صغير علشان شوي هاي المرحلة التربية التوجيه التدريجي شوية شوية، خلي نعلم أبنائنا على الصلاة. لذلك فاطمة بنت أسد لما دخلت إلى داخل البيت الحرام داخل الكعبة تقول 3 أيام أأكل من طعام الجنة، لأن نطفة علي بن أبي طالب عقدت من طعام الجنة. الرواية تقول رسول الله جاء برطب أعطى لفاطمة بنت أسد ولأبي طالب، أكلوه ذلك اليوم من طعام الجنة ومن رطب الجنة، أكله أبو طالب والسيدة فاطمة. وتلك الليلة انعقدت نطفة أمير المؤمنين، فترى علي بن أبي طالب نطفته انعقدت من الجنة. هذه مكانة لفاطمة بنت أسد اللي إلى اللحظة الأخيرة رسول الله ما تركها حتى أعطاه رداء، أعطاها رداءه ولفوها بها لما رحلت من الدنيا. فالرواية تقول اليوم الثالث كل ما أبو طالب العباس رسول راد يفتحون الباب ما قدروا، خرجت من نفس المكان انشق الجدار. أول من استقبل أمير المؤمنين، اسمع أيها الموالي، أنت الشيعي يعني المشايع لعلي التابع لعلي. الرواية تقول أول ما نظر أمير المؤمنين ابن 3 أيام نظر إلى رسول الله قال السلام عليك يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يعني علي بن أبي طالب يرد يوصل إلي وإلك وللعالم كله، يقول لترى المؤمن لا يفلح إلا بالصلاة. لا تتصور أن في يوم القيامة أهل البيت يشفعوا لك وأنت رايح أعمالك وواجباتك ما مسويها. نعم الله أرحم الراحمين، أهل البيت تشفعون، ولكن لمن يشفعون أهل البيت؟ يشفعون لمن؟ هذا اللي مسوي أعمال يحتاج لشوية دزة بعد، مو أكثر من ذلك. لذلك شنو وصل الإمام الصادق إلى زوجته حميدة المصفات هذه المرأة العظيمة؟ قال لها في اللحظة الأخيرة من حياته قال قولي لشيعتي إن شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة. مو تارك الصلاة، اللي يستخف أصلي ما أصلي، اليوم ما صليت، الظهر ما صليت، أصليها بالليل، بالليل ما صار، باكر صارت قضاء عادي عنده. هذا مستخف يقول لا تنال شفاعتنا، من اشفع ترى؟ ليقول يوم القيامة تعال اشفعوا لي أهل البيت، أهل البيت معكم ويقفون معكم، بس مو معناته أنه أتركان ديني وواجباتي ومحرماتي، علشان أعرف أن هنالك حسابا، أن هنالك عقابا. شوف الرواية والروايات والأخبار، الإمام زين العابدين يصلي، وإذا بينما يصلي الإمام زين العابدين وإذا بالنار شبت في داخل دار الإمام، قام يصيحون النار النار النار.
الإمام زين العابدين ما اهتم، صار يكمل صلاته، صلى وصلى. بعد ما خلص الصلاة يا ابن رسول الله ما شفت النار؟ وإذا بالإمام قال بلى ولكن شغلتني نار الآخرة. هذا الإنسان اللي يحاسب على كل شيء. رجل كان عنده بنت، وهذه البنت الوحيدة من كل أولاده، عند هذه البنت فقط، ما عنده بعد بنات، بس هذه البنية، وزوجته رحلت من الدنيا، ما عنده أولاد، كل أنسى بهذه البنت. كبر البنت، كبرها، وكان يحبها حب شديد. ابنية صار عمرها 18 سنة، وإذا بهذه البنت تموت. ماتت هذه البنت، الأب صار يجزع، بكى بكى بكى، إلى أن جابوا الجنازة، خلوها بالجنازة، يمشي وراء الجنازة يبكي يصرخ يصيح، هذه بنتي ماتت ما عندي أحد. إلى أن وصلوها إلى القبر، جو حفروا لها قبر ونزلوا، وقال لا أنا نزل بنتي، هذه عزيزتي، أنا نزلها بإيدي. صعب على الأب ينزل بنته إلى القبر، وهذه الوحيدة اللي عند بالدنيا، أنزلها في داخل القبر. وبعد ذلك قام وجاءوا بالتراب وأهالوا على هذه البنت. وإذا بالأبراد يعطي مبلغ مال إلى الحفار، طلع من جيبه دور على الجوزدان، كل ما دور على جوزدان المبلغ والمال ما لقى، بهذا الجيب ماكو، بهذا الجيب ماكو، كان موجود عندي. تذكر يوم اللي نزلت بنتي داخل القبر وخليتها في لحدها، بذيك اللحظة الجوزان طاح من جيبي، وين سقط في القبر، وأنا قلت أشيله ولكن نسيت. الآن شو أسوي؟ ذهب، راح إلى واحد من العلماء، قال أنا جوزداني دخل خليته في قبر بنتي ونسيت، شو أسوي؟ قال ما في إشكال شرعا، تروح الآن الحفار ينبش القبر. راح هذا الرجل نبش القبر علشان يطلع الجوزدان، بس نبشوا القبر وطلعوا التراب، وإذا به تفاجأ، لقال الجوزدان بس ما لقى بنته. بنتي أنا دافنها، أنا مخليها في هذا القبر، وين راحت بنتي؟ شنو صار فيها؟ خاف الرجل، قام راح إلى أحد العباد، أحد الزهاد، قال بنتي صار فيها كذا كذا في القبر، ما موجودة، شنو صاير فيها؟ قال له روح تعالي بعدين، باعتبار كان عابد وزاهد وعارف تفتح له الأمور. قال له بعد ساعة، قال له هذه بنتك، كثير من صلواتها كانت قد ذهبت، كثير من صلواتها ما صلتها، وهذه صار عليها قضاء، الله رحم ابنتك فإنه يأخذها وقت الصلاة على حطب نار جهنم، فتصلي بنتك على حطب نار جهنم حتى لا تعذب في يوم القيامة، تقضي صلواتها على حطب نار جهنم. وإذا بالأب قام يدق على رأسه يقول شن سويت؟ شلون بنتي راحت؟ راحت من عندي والآن تعذب؟ قال له تعال عندي وقت الصلاة. راح عند وقت الصلاة، قال له الآن روح إلى القبر. راح مرة ثانية إلى القبر، وجد ابنته، ولكن وجد شيئا عجبا، شاف هنالك أثر السجود محروق، وأثر اليد محل السجود، اليد والكف محروق، والركبة محروقة، ورأس الإبهام محروق، فعرف أنها تصلي على حطب نار جهنم حتى تقضي صلواتها. ليش الإنسان يقع في هذا العالم؟ ليش واحد اليوم ما يربي أبنائه؟ ليش اليوم ما نتعلم من أهل البيت؟ شوف أهل البيت شلون ربوا أبنائهم. هذا الإمام الحسن المجتبى عندها هذا الولد الغلام اللي الإمام الحسن، الرواية تقول، بعض الروايات تقول هذا ولد الإمام الحسن وكان من أعز أولاد الإمام الحسن المجتبى. بس شوف الإمام شلون ربى، شوف الإمام أمير المؤمنين شلون ربى الحسن والحسين. يجي واحد معلم يعلم الحسن والحسين سورة الفاتحة فيملأ فمه ذهبا، يعني قيمة هذا العمل. لذلك تلاحظ أن الإمام صلوات
الله وسلامه عليه. لما الإمام الحسن استشهد ورحل من الدنيا، إذا نقول أن عمر القاسم 13 سنة باعتبار أن الرواية تقول لم يبلغ الحلم. إذا 13 سنة عمره، يعني لما رحل الإمام الحسن من الدنيا شهيدا، إش كثر عمره القاسم؟ عمره 3 سنوات. وتدري كبر يتيم، يعني رحل. ولما أراد أن يرحل الإمام الحسن، شوف الإمام الحسن مسموم وطشت أمامه ويقذف كبد الإمام الحسن دما وقطعا في داخل هذا الطشت، وبعد ذلك يجيبوا للقاسم ويضمه إلى صدره، يقول له ولدي قاسم، الله الله في عمك الحسين، يوصي بالإمام الحسين. على هذه الحالة يرحل الإمام الحسن، والقاسم يشوف الناس، هو صغير يشوف شلون ودوا جسد أبوه عند رسول الله ومنعوا أن يدفن عند جده الرسول، كل المشهد يشوفه، وعشر سنوات وين كبر؟ في حجر أبي عبد الله الحسين. العمر هذا كله وين كبر؟ يعني 10 سنوات عند الإمام الحسين، و3 سنوات عند أبيه الإمام الحسن. في طريق الحسين إلى كربلاء يشوف الإمام يتحدث مع أصحابه وأهل بيت عن كربلاء، وإذا بالإمام يقول يتحدث عن كربلاء وعن الشهادة. القاسم عمره 13 سنة بعد شبل توها، يقول لعم وأنا في من يقتل، يعني عم يا حسين أنا أقتل أيضا. قال له ولدي قاسم، شوف التربية وشوف الاختبار، يقول له ولدي قاسم كيف القتل عندك؟ يقول له يا عم فيك أحلى من العسل. قال بلى ولدي قاسم أنت في من تقتل. لذلك الإمام الحسين في يوم كربلاء، تدري يوم العاشر ملحمة حسينية، أصحاب أبي عبد الله أولهم الحر، واحد تلو الآخر بدأوا يقتلون. لما انتهى الأمر، بدأ الأمر بالهاشميين، والهاشميين يتسابقون، هذا يريد يقتل، هذا يقول أنا قبلك. الإمام الحسين بدأ يأذن لإخوته، إجا القاسم في هاللحظات، قال لعم يا حسين أريد الإجازة، عم أريد الإجازة. نظر إليه الحسين، قال ولدي أنت البقية الباقية من أخي الحسن، لا تفجعني بك. الإمام الحسين ما أذن له، وإذا بالقاسم جلس على الأرض، اتكى على الخيمة، خلى راسه على ركبته، فكر الآن شي يسوي، الكل يستشهدون وهو باقي في هذه الحالة. وإذا به تذكر أن هنالك عوذة، كأن هنالك كتاب أمانة من الإمام الحسن من أبيه. شنو قال له؟ قال له ولدي قاسم إذا شفت أنت في ضيق افتح هذه العوذة. وقال القاسم وين اكو مرحلة صعبة مثل هالمرحلة؟ اريد ابرز مع اخواني وابناء عمي وما اقدر ابرز الى القتال. فتح هذه العوذة، واذا رسالة من ابيه الامام الحسن يقول له ولدي قاسم اذا رأيت عمك الحسين وحيدا فريدا، ولدي لا تقصر في نصرته. يعني ولدي خلي هذا اليوم يومك، ليكون هذا عمك يروح للقتال ويقتل وأنت لا تقتل. لما فتح العوذة فرح القاسم. شباب ترى الليلة حق الشباب، على الشباب، ها الله يحفظ شبابكم إن شاء الله. يا آباء أمهات الله يحفظ شبابكم وأبنائكم، اليوم حق الشباب على الشباب. قرأ العوذة أخذها فرحان، ذهب إلى
إلى الإمام الحسين عم يا حسين هذه عودة من أبي الحسن جاءوا بهذا العودة قرأها الحسين شاف هاي ذكريات الإمام الحسين ها لذلك الإمام الحسين ضم القاسم إلى صدره وصار يبكي بكاء عاليا ثم ذهب الإمام الحسين إلى داخل الخيام قال أخي زينب اعطني الصندوق جابت زينب الصندوق أخرج منها رداء الإمام الحسن فألبسه رداء الإمام الحسن وجاء بعمامة الإمام الحسن وألبس القاسم هاي الشباب الشباب اللي ليلتكم هذه الله يقضي حوائجكم جميعا وإذا بالقاسم قال له الإمام الحسين ولدي قاسم اذهب إلى عماتك هو إلى أخواتك وودعهن دخل القاسم إلى خيمة النساء هذه تقبل يده تلك تقبل رأسه ولدي قاسم لا تفجعنا بموتك لازم ترجع بس كيانا وعمت بحلقة شمة ومن الخيم مذهولة طلعت تنادي أم يا ابني يا جاسم هالوكيد حالك العمك ضم لليوم انا ذاخرتك بالك تخيب ظنو هز الرمح وتجنى يا والد ادعيلي رايح انا يا والد من غير ما تقلي حق الشباب على الشباب من غير ما تقلي اوصيت يما وصيه تسمعي اللفظ جوا صعب صعب على الام تفقد شباب ها اكو وحده من النساء فقدت ولدها وبعد اسبوع من دفنه اجت قالت افتحوا لي القبر ارد اشوف ابني مشتاق اله يقول لها اوصيت يما وصيه تسمعين لفظ جوابي والله شبان لا شفتيهم بالله ذكر شبا ويا القاسم يلا يلا ويا القاسم اوصيت يما وصيه تسمعين لفظ جوابي شبان لا شفتيهم بالله ذكر شبا محرم من شم الهوى من دون كل صحا رايح انا يا والده وقت العرس ذكري اللي رايح انا يا والده وقت الشرب ذكريني وقت الشرح يا بذكريني خرج من عند النساء اجى الى الحسين ضمه الحسين الى صدره صار يبكي بكاء عاليا في هذه اللحظة الرواية تقول انه راكبا واكو رواية تقول راجلا واذا بالامام الحسين اعطى السيف بيد القاسم توجه الى القوم صار يقاتل القوم
لكم. يقول حميد بن مسلم: نظرت إلى شاب طلع علينا كفلقة قمر طالع، وإذا بالأزدي عمر بن سعد الأزدي، قال: والله لأشدن عليه. قلت: أما يكفي الذين قد احتوشوا؟ قال: لا والله. يقول حميد بن مسلم: بينما الحقاسم يقاتل انقطع شسع نعله، انقطع شسع نعله، انحنى ليعدله، وإذا بالأزدي حمل عليه مرة واحدة وضربه على رأسه، فسقط القاسم وهو يقى ينادي: عم يا حسين، عليك من السلام. جاء الحسين كالصقر المنقض إلى القاسم، شد على عدوه فقتله، وجاءت إليه الخيل. اجى عند الإمام الحسين: شوف القاسم، شوف هذا الغلام، شوف هذا الغلام شلون عند الحسين، مدمع عند الحسين. هو إذا بالحسين قال: ولدي قاسم. شوف المشهد الآن وتذكر الإمام الحسين، قل: ساعد الله قلبك أبا عبد الله. ولدي قاسم، بعدا لقوم قتلوك، ما أجرهم على الله وعلى جدك وأبوك. بينما القاسم عند الحسين، وإذا بالقاسم مدد رجله وأسبل يديه وغمض عينه وفاضت روحه الطاهرة. أيوا سيدا، أيوا قاسما، أيوا شبابا، يا قل ربيتك ربيتك يا عمي وعيني بعينك، ربيتك يا عمي وعيني بعينك، وانتظر العرسك واحسب سنين تالي. الرمل يروي حتم نصتك، والملبس دموع اهلك الهمال، اللبال يا عرسك، لبال يا عرسك، وافرح بزفتك وحن جفاف الاكبر يا بني بحنتك. تالي الرمل يروي حتم نصتك، والدموع ملبس اهلك الهمال، يا اهلك الهمال، يا اهلك. الكلمة الأخيرة بعد وحدة باقية توصل عند منو هذه؟ زينب ذهبت إلى رملة، قالت: يا رملة تعالي وانظري إلى القاسم مرملا بدمائه. الله يعين الأمهات، ترى الأم صعب عليها تفقد شبابها، هذا ابنها وحبيبها. وإذا بأمه رملة صارت تنادي: وولدا وقاسما، ويلي يما يما يا يما، يما يما يما، الشبان مثل الورد يزهون،
الشبايان مثل الورد يزهون، يا بياب حسافة على الغبرة ينام، يا حسافة على الغبرة، يا احمى الضايعات بعدك ضعنا يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب وين أهل الحوائج يا الله يا الله، أما يجيب يا الله، أما يجيب يا الله، يا مجيب المضطر بحق القاسم، أما يجيب المضطر إذا دعاه، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إلهنا بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين وبالقاسم ابن الحسن، فرج عنا يا الله. اطلبوا حوائجكم إلى الله، اللي قاصد الليلة وقاصد هالشاب القاسم اطلبوا حاجاتكم إن شاء الله مقضية. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه، اقضي حوائج المحتاجين، شافي مرضانا. اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا، شافي مرضانا سيما المنظورين، ارزقنا زيارة الحسين في الدنيا وشفاعته في الآخرة. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل، وليا وحافظا، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. والفاتحة مع الصلوات.